الفويس الأمريكية نادين ساندرز. سيدة نادين، طبعا ما استمعنا إليه في مؤتمر بلينكن الصحفي هو دعم غير منقطع النظير لإسرائيل، وفي نفس الوقت زيارة له إلى عواصم في الشرق الأوسط لم تكن مقررة له عند إعلان هذه الزيارة. نتحدث هنا عن عمان، نتحدث عن الإمارات، نتحدث عن مصر أيضا. ما أبرز هذه المحطات وما الذي سيناقشه مع قادتها ومسؤوليها؟ تحياتي لك والمشاهدين جميعا. بالدرجة الأولى، زيارة بلينكن للشرق الأوسط ولإسرائيل تحديدا هي تضامنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتعرب عن تضامنها ودعمها المطلق لإسرائيل. جولته في الشرق الأوسط يعني أعرب المتحدث أو وزارة الخارجية أعرف عن أنه سوف يزور قطر غد، وسوف يزور الأردن أيضا، وأيضا هناك احتمال أن يلتقي بقيادات عليا في الخليج. هناك احتمال بأن يزور الإمارات أيضا والسعودية، ولكن ليس من تأكيد تماما على ذلك، ورد ذلك في التصريح. ما يريد الاتحاد به مع قطر في قطر مع رئيس الوزراء القطري حول حماس. قطر لديها علاقات وثيقة مع حماس، يريد أن يصل إلى نتيجة إلى حد ما. واضح أنه يريد أن يمارس ضغطا معينا على القطريين، لتمارس ضغطا معينا على حماس للوصول إلى حيثيات معينة ترضي الجانب الأمريكي والإسرائيلي. طيب ما الذي قصده بتغيير الشرق الأوسط، هذه النظرة الجديدة للشرق الأوسط؟ يعني ضيفي في عمان الآن وكنت مع ضيوفي السابقين نتحدث ربما عن تغيير في الخارطة الديموغرافية في المنطقة، عملية الترانسفير أو نقل السكان من الضفة إلى الأردن ومن قطاع غزة إلى مصر. العبارة بحد ذاتها مبهمة، لم يوضح تماما ما المقصود من تغيير خارطة الشرق الأوسط، ولكن تحمل في طياتها احتمالات كثيرة. أحدها أن تكون كما تقول حضرتك بأنه سيتم من خلال الاجتياح البري الذي سيحصل أو تحضر إسرائيل نفسها من أجله في غزة، ومطالبتها بإخلاء غزة على أساس أن هذا أفضل خيار آمن للسكان بأن يغادروا غزة، وبالتالي يمكن للاجتياح البري أن يتحول إلى استيطان، ويكون الانتقال سواء إلى الأردن أو إلى مصر هو شكل جديد لتموضع الديموغرافي في المنطقة. هناك احتمال آخر أن نتحدث عن علاقات إيران ببعض الدول العربية والتزاماتها أو هذه العلاقات الوثيقة التي تربطها. ربما يسعى بلينكن إلى تفكيك هذه العلاقات وجعلها ضعيفة للغاية. ربما تدخل إيران في الشرق الأوسط سوف يكون شكل تغير يلمح إليه، هذه احتمالات فقط، هو لم يعرب عن ذلك، ونحن نستعرض ما يمكن أن يقوله في طياته. ربما أيضا يسعى إلى الاستمرار في التطبيع، والاحتمال الأكبر أن سوف يسعى في النهاية، ربما ليس في هذه الأيام تحديدا وإنما في نهاية هذه المعارك، ربما سيسعى إلى إيجاد حل قائم أو طويل الأمد للفلسطينيين والإسرائيليين من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية كنتيجة لهذه. يعني هذا الصراع الآن، صحيح أن الولايات المتحدة تدين بشكل كبير وواسع الهجوم الذي قامت به إسرائيل، وتعرب عن تضامنها المطلق مع الذي قامت به حماس عفوا، وتعلن عن المطلق مع إسرائيل، ولكن في النهاية نحن نرى أعمال القصف التي تحصل، نحن نرى الأبرياء. في النهاية تفهم الولايات المتحدة أن هناك مشكلة حقيقية لم تتم معالجتها في إسرائيل، من المحتمل أن تفرغ من قدراتها وتركيزها لحل هذه المسألة على ربما هي احتمالات أو آمال على الأقل. عندما أعود وأقول هذه مجرد تخمينات،
لم يقل بلينكين شيئا من ذلك، وبقيت هذه العبارة مبهمة. ربما حتى بلينكين نفسه لا يعرف ماذا يريد أن يفعل تحديدا حتى يلتقي مع هؤلاء الزعماء ويلتقي مع هذه القيادات ويصل إلى صيغة معينة. الدرجة الأولى التي الموضوع الأول الذي يريد السيطرة عليه الآن هو أن لا تتوسع الحرب خارج إسرائيل وغزة، أن لا تكون هناك مشاركات أخرى، وأن لا تكون حربا إقليمية. هذا بالدرجة الأولى، وسيكون تركيز على ما ستؤول إليه الأمور خلال مباحثاته مع هؤلاء القادات. شكرا جزيلا لك من نيويورك رئيسة تحرير جريدة International Voice الأمريكية نادين ساندرز.